ثاني أجقت اسمه ثاني كده كده فجأة دخلوا ثاني طاقم ثاني قصفوه. يا مرة خرج هذاك الجاهل قال صنبك الناس بعن نحن افتقعنا بعن بيفكر إنه بنروح بعن نزحنا إحنا ما المعاشيق بعدين لما أقوم كانوا يشتغلون احنا بالقناصة. أول ما دخلوا الحوثيين كنا قيضة قاعدة بعدين دخلوا بقوة مش كده بدلا دلا دخلوا ثاني بقوة يضربوا على الناس ضربوا الجاهل. كل ما خرج واحد وصلنا بقناصة كل ما قزع واحد يعني ما نروح ننفع نقزع من هناك يعني قزع حربة. الماء ضربوا الماء ضربوا الكهرباء ما خلوش ان احنا حالنا. ثاني أجقت اسمه ثاني كده كده فجأة دخلوا ثاني طاقم ثاني قصفوا بعدين من النهاية آخرتين نزلوا ثاني الشجرة قنصوا الجاهل. خرج هذاك الجاهل قال صنبك الناس بعدين نحن افتقعنا بعدين وقالوا حمضنك وانت شربت كل مكان. أتمنى أنه يخرجوا الحوثيات من بلادنا ونرجع زي ما كنا، واتمنى ان الحوثي ينفصل علي ابدا.